بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض التمارين البسيطة اللي ممكن يقوموا بها المبتدئين في تعلم الخط العربي. ممكن نبدأ بهذه الحركات البسيطة اللي تعودنا على مسك القصبة بالطريقة الصحيحة. شوفوا كيفاش لازم ديما نحاولوا نحافظوا على نفس درجة الميلان بالنسبة لسن القلم. الصغار يحبوا يتعلموا ماذا بيهم يحاولوا ما يزربوش. وانا قاعد نزرب خاطر لازم نعلمكم ما بالنسبة للصغار يخدموا بشوية بشوية. ننتقل للشكل الثاني. الأشكال هذه كل نسحقوها فيما بعد في كتابة خط الرقعة. شوفوا الشكل هذا يشبه الرقم واحد بالأعداد الهندية. ننتقل لشكل آخر. هي النقطة في الخط الرقعي. الشكل متاعها مثل المعين. عندنا الحركة هذه مهمة ياسر ونستعملها في كثير من المرات. شوفوا كيفاش سمك الخط يتغير مع المحافظة على نفس درجة الميلان. ننتقل لحركة أخرى. شكل آخر. نختم بشكل هذا. ممكن نصوروه على مرحلتين. هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة الثانية.